لماذا بات الحراك الدبلوماسي حول ملف الحرب يحتل يحتل صداره المشهد؟ ما هي اسباب الجدل الدولي حول ايقاف الحرب في اليمن؟ وكيف اصبحت القضيه اليمنيه كره نار تتارجح بين الخصوم والمصالح؟ اهلا بكم يحتل الحراك الدبلوماسي الدولي لوقف الحرب اليمنيه صدارة المشهد اليوم، تقاطعات المصالح وتضاربها توزعت بين المساعي لإفشال مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن وبين إقراره. تحالف السعوديه والامارات وواشنطن الرامي لتعطيل المشروع فيما تسعى بريطانيا وهولندا وغيرها لإنجاح القرار. هذه التباينات حملت معها أطرافا وانقسامات كثيره. منها الانقسام الحاصل بين البيت الابيض والكونغرس الامريكي الساعي لوقف دعم امريكا للسعوديه في حربها في اليمن. وسط كل هذا الزخم تبرز تحذيرات من تدويل الملف اليمني الذي لا يصب في البحث عما ينقذ اليمنيين بالقدر الذي جعل من اليمن محطه لتبادل المصالح وتسديد ضربات الخصوم. يشهد الملف اليمني حضوراً مكثفاً في الأروقة الدولية بدءاً من مشروع القرار البريطاني وانتهاءً بالجدل الدائر بين المؤسسات الأمريكية حول وقف الحرب في اليمن لتؤكد أن هذا البلد الممزق أصبح كرة نار مشتعلة في المنطقة يتقاذفها الخصوم وتتلقفها المصالح البيت الأبيض أعلن تهديده برفض مشروع القانون الذي يهدف لإنهاء الدعم العسكري للحرب في اليمن في حال إقراره بصيغته الحالية من قبل الكونغرس الأمريكي فقد كان الكونغرس الامريكي قد دعا الى احاله مشروع القرار الى لجنه الشؤون الخارجيه، لكن اداره ترامب كما يبدو عازمه على الدفاع عن مصالحها ليس في داخل البيت الامريكي بل لما هو ابعد من ذلك، فقد طالبت واشنطن مجلس الامن الدولي بتاجيل مشروع القرار البريطاني الى حين اجراء محادثات السلام المقرره في السويد. وهو ما عزاه دبلوماسيون إلى نجاح الضغوط التي مارستها كل من السعودية والإمارات على البيت الأبيض وبعض البعثات الدبلوماسية في مجلس الأمن كالصين وغيرها وسط تهديدات بأن وفد الشرعية قد لا يشارك في مشاورات السويد في حال إقرار مشروع القرار البريطاني وهو المشروع الذي قدم في منتصف شهر اكتوبر الماضي بهدف انهاء الحرب في اليمن في مسعى بريطاني لتكثيف الجهود ودعم المبعوث الاممي مارتن غريفث. الدبلوماسيون ذهبوا الى ان معارضة الرياض وابو ظبي لمشروع القرار، كونه يلزم التحالف بدعم البنك المركزي بصورة مباشرة وتمكين عمليات الاغاثة الانسانية. والاهم من ذلك هو الحد من حرية العمل العسكري للتحالف الذي تقف السعودية والامارات في مقدمته، وبالتالي قد يشل القرار ايديهما عن البلد. خلافات وتحالفات محكومة بمصالح تقفز عابرة على جراح اليمنيين واوجاعهم. ما تريده التحالفات الدولية يبدو أنه لا ينسجم مع مطالب اليمنيين كلياً وتحديداً في إستعادة دولتهم وكف عبث الطامعين الجدد. الموقف اليمني ذهب إلى التأكيد بأن اليمن ليس بحاجة لمزيد من القرارات الدولية بل إلى الحسم. وسط كل هذه التجاذبات تطلق الأمم المتحدة تحذيرها الأخير من أن اليمن يقف عند حافة كارثة كبرى، لكن لم يفت الأوان بعد. إذا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة سيكون معي الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية هنا في الاستوديو وسينضم معه آخرون بداية مساء الخير دكتور عادل <applause> إذا دكتور جدل دولي يتصاعد كل يوم حول ملف الإيقاف الحرب في اليمن كيف تنظر إلى هذا الجدل خاصة بعد هذه الضغوط التي تتصدرها بريطانيا والولايات المتحدة؟ في الحقيقه الـ الـ هذا التصعيد الدولي هو مقابل التصعيد ايضا على الارض المجتمع الدولي كان يقف خطه واضح في اليمن ويرفض الحسم العسكري في اليمن ويرى بان الازمه اليمنيه لا يمكن ان تحل في بحلول يعني من قبيل الدفع بالعمليه العسكريه ويرى ان الحل السياسي هو الامثل للازمه اليمنيه وكان هذا واضح من بدايه الازمه اليمنيه لكن التحالف لم يستطع ان يغير هذه الصوره بمعنى لم يحرك العمل العسكري ولم ولم يثبت عكس ذلك بمعنى انه لم يحرك العمل العسكري على الارض بحيث ايضا يستطيع ان يقنع المجتمع الدولي بايجاد حلول ناجعه للازمه اليمنيه، بل عكس ثبط الحلول العسكريه واصبحت الان الماساه والكارثه الانسانيه مروعه في الداخل اليمني بما ايضا يجعل المجتمع الدولي يتمسك برؤيته، هذا جانب، الجانب الاخر ايضا التحالف يعني اطمان كثيرا للموقف الدولي والامريكي على وجه الخصوص في تغطيته ايضا للحرب، واستثمر في ذلك كثيرا ونجحت القوى الناعمه للامارات والمملكه العربيه السعوديه في ملائمه الدور الاممي وتغيير اتجاهات الدول الكبرى في هذا الاتجاه لكن لم تستثمر وتوظف هذا التاييد الدولي في ايضا لعب يعني في اللعب في الداخل اليمني في تغيير ايضا موازين القوى في الداخل اليمني وتحريك وتفعيل ايضا استراتيجيتها بما يخدم ايضا رؤيتها وهذا ما تواجهه الان دول التحالف لا هي ايضا استطاعت ان تكسب المعركه في الداخل وتحافظ ولا استطاعت ايضا ان تحافظ على المسار الداعم في المجتمع الدولي الان هناك خلل كبير في علاقتها الاستراتيجيه مع الدول الغربيه وعلى وجه الخصوص الولايات المتحده الامريكيه جرى ايضا على خلفيه خاشفجي وعلى خلفيه الازمات والانتكاسات الكبيره في الملف اليمني والتي يعني انتجت ازمه كارثيه ازمه انسانيه هي كما يصفها المحللون هي الاكبر في العالم واليمن يدخل يعني اكبر أزمة جوع وإشراف من دول التعالف ناهيك عن الحصار وعن الميليشيات البديلة للتعالف وهذا الذي أيضا صعد القلق بشكل كبير في المجتمع نعم التعالف. على ذكرك لمقتل أو قضية مقتل خاشق جي لا زالت هذه التداعيات مستمرة حتى الآن على ما يبدو قبل أيام تقرير للسي آي يقول أن بن سلمان هو من أمر بالقتل بغض النظر عن تفاصيل الحديث كيف يمكن أن تؤثر تداعيات هذه القضية على الملف في اليمن؟ في الحقيقه المجتمع الدولي الان على المستوى الرسمي وغير الرسمي يربط بشكل مباشر بين هذا الاخفاق الكبير بين هذه الجريمه المدويه وتداعياتها ايضا على الراي العام الدولي وبين ايضا الجرائم الاخرى الملف الانساني والكارثي التي ادارته بشكل سيء المملكه العربيه السعوديه في اليمن قلنا من خلال ايضا تغييب دور الشرعيه بالكامل وتصفير البنك المركزي وانتاج ميليشيات وتشكيلات عسكريه واسعه في المناطق المحرره واقفال كل الممرات البريه والقويه واليمنيه بما خلق ازمه انسانيه كبيره الان كل التقارير حينما تتكلم عن اليمن تتجاهل كل بعد العسكرية وتتصدر يعني الأزمة الإنسانية كل هذه التقارير وبالتالي هي الضاغط الآن على المجتمع الدولي في اتجاه أيضا إيقاف هذا العبث من قبل المملكة العربية السعودية الربط بين المجتمع الدولي الآن حاضر الأزمة اليمنية بشكل قوي في اروقه المجتمع الدولي وهي التي تضغط امام المملكه العربيه السعوديه بايقاف المزيد من التوغل في الحرب ومحاوله ايضا ايجاد حلول ملموسه من شان ان تجنب اليمنيين مزيد من الكوارث في هذا الاتجاه، هذا يعني بعد حاضر الان في المجتمع الدولي، هذا ايضا يتزامن وترافق ايضا مع التداعيات الكبيره لطريقه واسلوب تعامل الاداره السعوديه وعلى وجه الخصوص محمد بن سلمان مع المعارضين ومع الحريات في الداخل وحقوق الانسان في الداخل السعودي وعلاقاته ايضا بالمجتمع الدولي بمعنى اصراره ايضا على نعم. هذا الناق. هو الذي ايضا يصعد لدى المجتمع الدولي وينعكس وبالا على دور المملكه العربيه السعوديه وعلى الشرعيه التي ارتهنت بالكامل ايضا على المملكه العربيه السعوديه فهذا وجه الازمه الان التي يعني نشهدها في الملف اليمني. نعم اذا اسمح انا دكتور عادل ان ينضم معنا الناشط السياسي والحقوقي دكتور عبد القادر الجنيد عبر سكايب من كندا مساء الخير دكتور عبد القادر النور والعافيه اهلا بك دكتور وكيف كيف بدايه تتابع الخلافات بين الكونغرس والبيت الابيض حول ملف الحرب في اليمن هو النقاط الثابتة في الموضوع اليمني واحد تعثر الحرب العملية العسكرية متعثرة من قبل التحالف والشرعية أربع سنين لا يمكن إلا أن نسميه تعثر لا. النقطة الثانية تعثر العملية الـ... إدارة المناطق المحررة مم. لا المناطق المحررة إدارة نعم. المناطق المحررة هذا جلب لنا, لنا سمعة رديئة جدا جدا يعني ليش عدن ما هيش عاصمه؟ ليش ميناء عدن ما يشتغل؟ هذا مش موضوع الحلقه بس في تعثر في اداره المناطق المحرره. العمود الثالث اللي قدير بالذكر انه في تيار ضخم داخل امريكا هو كان رقد شويه ايام بزوغ نجم ترامب اللي هو شو نسميه التيار الليبرالي الاشتراكي اليساري الديمقراطي. اليوم عمل مؤتمر ضخم جدا وخطب به بيرني ساندرز اللي هو عضو مجلس الشيوخ ومرشح محتمل للرئاسة في 2020 وما طلب الحاجتين واحد الصحة لكل الأمريكان واثنين توقف حرب اليمن وتوقف تدخل أمريكا لدعم السعودية في اليمن يعني يريد إخراج السعودية من اليمن هذا يدفعنا للموضوع الكونغرس طبعا هو طوله هو متحمس هم على راس المتحمسين لإنهاء الدور السعودي في اليمن ولإنهاء حرب الحرب في اليمن هذا التيار ضخم جدا التيار الليبرالي الديمقراطي اليساري الاشتراكي في أمريكا الآن حقق نجاح الذي استجد شيئين في الأسبوعين الماضيين أو في الشهر الماضي واحد حققوا نجاح غير عادي في مجلس النواب حقهم الهاوس اوف اللي هو مجلس النواب الامريكي وحققوا اغلبيه ومتشجعين بها وفتحوا النار من اول يوم على ترامب وخصوصا في مساله اليمن. الثانيه النهايه الاليمه للمرحوم جمال خاشقجي هذا استفز مشاعر الراي العام حتى حتى في صفوف الجمهوريين نفسها فهذا خلق تيار ضخم جدا انا هذين العاملين هم الجديدين الباقي كله كلها عوامل موجوده معنا ممكن نتكلم عليها بنفس الطريقه الشهر الماضي والسنه الماضيه بنفس الطريقه بس اللي استجد اللي هو صعود نجم اليساريين والديمقراطيين والليبراليين في امريكا اكثر واكثر وماساه خاشقجي واغرب حاجه انه ماساه خاشقجي يشتوا يريدون ان يكون العاقبه الاولى والحاليه والسريعه هو انهاء دور السعوديه في اليمن. طبعا كلنا متعاطفين مع اللي حصل مع خاشقجي لكن ايش دخل اليمن بمقتل خاشقجي؟ وهذا يقودنا لمارتن جريفيث ولكل الناس الليبراليين اللي في الكونغرس. نعم <applause> اصلا في حاجه اسمها مشكله يمنيه نعم لكن كيف كي 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 هذه الضغوط الدولية بشان هذه القضية دكتور عبد القادر يعني بالتاكيد انها اثرت على ملف الحرب في اليمن قضية مقتل خاشقجي هل تجد ذلك؟ الأساس يا أختي الكريمة تعثرنا نحن ولا لو لو كنا أداءنا 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 نتكلم على أداء يعني يقوم الصبح يشتغل وينهي اليوم وقد اشتغل وح... واخر اليوم حاسب نفسه على ايش اشتغل وايش ما اشتغلش، احنا ما بنشتغلش كده بكلام بلدي عادي، ما بنشتغلش لو احنا بنشتغل اربع سنين انه كان ادائنا يكون جيد. الموقف الدولي موقف الدولي ولا هو مهتم باليمن خالص الا من زاويه ايش ممكن ياخذ من من جيراننا الاثرياء. نعم اذا الدكتور عبد القادر ابقى معنا ساعود اليك بعد ان اسال الدكتور عادل إذن دكتور يعني كما تحدث الدكتور عبد القادر في واشنطن على وجه الخصوص هناك صراع يخوضه الديمقراطيون ضد ترامب تحت لافته الحرب في اليمن معارضو لترامب بن سلمان ايضا يستخدمون الملف اليمني ضمن يعني حججهم ضد التدخل السعوديه في اليمن ويطالبون بانهاء هذا التدخل والملف الانساني ربما ابرز ما يتم استخدامه يعني نجد أن القضية اليمنيه ليست موجوده بشكل حقيقي، يعني هي مجرد استخدام لأنهم ضد فقط السعوديه وترامب والعلاقه بينهما، لكن ربما بدليل انه لم يتم الحديث عن اليمن والحرب في اليمن بهذه القوه إلا منذ ظهور هذه التضاربات. لا هو في هناك صراع اجنحه داخل الولايات المتحدة, المتحده الامريكيه وكما ذكر الاخ هناك ايضا تصاعد للمعارضه بشكل كبير من خلال ايضا الفوز بالبرلمان هذا من جانب الجانب الاخر ترافق هذا الفوز ايضا مع اخفاقات كبيره جدا للترامب من خلال ايضا الدور السيء لمحمد بن سلمان سواء في اليمن وهذا الدور ايضا ليس وليد اللحظه ليس ايضا مرتبط بقضيه خاشفجي فقط ولكن ايضا هناك تقارير كانت وكان هناك مواقف ايضا مجتمعيه ومنظمات واسعه في المجتمع الغربي ويعني تدين دور المملكه العربيه السعوديه والامارات في اليمن سواء من جراء ايضا القصف المدنيين او اداره المعركه بشكل كبير يعني والازمه الانسانيه وتحملها مسؤوليه ما يحصل ويجري في اليمن وهذا يعني التراكم يعني ولد ظاهره لدى المجتمع في الغرب، كان فقط ترامب يضغط بشده على يعني دعم المطلق لمحمد بن سلمان، لكن محمد بن سلمان سقط سقوطا مروعا في مسألة اغتيال خاشفقي بهذه الطريقة الفجة التي استفزت الضمير العالمي وبالتالي هذا كشف أيضا الصورة الأخرى للمأساة وهي اليمن وبالتالي صار هناك الربط ما بين هذه هذا الصروف السلوك والأداء باعتبار أن الفاعل واحد سواء ما يتعلق بخاشفقي أو ما يتعلق أيضا بإبادة شعب بكامله باليمن من خلال ضرب الحصار الضاري وإنشاء ميليشيات والإنفاق أيضا على تشكيل خارج اطار الدوله ومعارضه ايضا التوجهات الدوليه التي دخلوا تحت مظلتها وهي المرجعيات وخاصه المرجع القرار 2216 وبالتالي بدا الان المجتمع الدولي يستفيق هذا ليس في داخل الولايات المتحده الامريكيه ولكن في بريطانيا نشهده في المانيا في يعني بريطانيا في اكثر من دول اوروبيه في هولندا وتتخذ ايضا مواقف قويه تجاه المملكه العربيه السعوديه وبالتالي هناك نقمه عالميه وهجمه كبيره تتعرض لها المملكه العربيه السعوديه ليس فقط في الداخل الامريكي وايضا في الداخل الامريكي مهم لانه كان محمد بن سلمان والدور السعودي والاماراتي يركز بشكل كبير على دعم ترامب المطلق لهم في والتغطيه الكبيره التي تقدمها الولايات المتحده الامريكيه للمعركه في اليمن وغيرها ايضا وعلاقاتها بالاقليم لكن اعتقد أن هذه الضغوط حجمت وعطلت تماما هذه العلاقات مع ترامب وانتقلت فعلا الازمه اليمنيه الى يعني اجندات داخليه داخل الولايات المتحده الامريكيه وهذا ايضا مما يعقد ايضا المشهد اكثر على دول التحالف وقد تنجح ايضا هذه الجهود في ايقاف العمليه العسكريه في اليمن واخراج دول التحالف خاصه وان دول التحالف لم تقدم يعني جديدا خلال الاربع سنوات خلقت ازمات كثيره وعواصف كثيره داخل المساله اليمنيه وفي مقدمتها الازمه الانسانيه التي تتصاعد بشكل كبير وهذا ما قلق المجتمع الغربي وصار هاجس يعني لدى المنظمات الرسميه وغير الرسميه وصارت تضغط بشكل كبير في محاوله لانقاذ المجتمع اليمني من هذا المفترس محمد بن سلمان وهذه وجه الماساه نعم اذا الدكتور عبد القادر يعني الا تجد ان كل هذه الضغوط التي هي على السعوديه من قبل الداخل الامريكي وايضا كثير من المناطق، الا يمكن ان يستفيد منها ايضا الحوثي ليبرز نفسه بانه هو الحاكم على ارض الواقع وبالتالي يمكن الوقوف معه بصوره او باخرى ضد السعوديه لان العمل بهذا الشكل يعني يوضح انهم ضد السعوديه في اي عمل قد تقوم به وبالتالي يتاثر الملف اليمني بشكل او باخر. هذه القوى هي نفسها من اول يوم في الحرب من قبل اربع سنوات. هذه القوى هي متعاطفه الليبراليه اليساريه الديمقراطيه الى متعاطفه من راس القامه سواء كانت السعوديه شيطان او ملاك هي متعاطفه مع الحوثيين من اول يوم على اي بس اساس؟ بسيط واحد لا ثاني له على على اي أيوة. اساس هذا التعاطف؟ هذول هم ايوه انا بتكلم هو خلاصة سبعين سنة من علاقة السعودية من أيام روزفلت والملك عبد العزيز هذه قوة موجودة داخل الشعب الأمريكي ضد مثلا مسائل حرية المرأة يعني موقف السعودية من حرية المرأة من التعامل الحرية الشخصية من الدين من الأشياء هذه كلها هذه مواقف بالنسبة لهم جذرية لم تتغير ولن تتغير وهو نفسه موقف الاوروبيين بالمناسبه هذول كل اللي تغير عليهم حاجتين واحد انه طلع ترامب وهم وهم وفي قطاعات كثيره جدا في السي ان ان في الواشنطن بوست في نيويورك تايمز في كلهم اللي هم بيهاجموا ترامب لانه ما يعجبهمش فهذا اوتوماتيكيا تلقائيا اتخذوا الموقف هذاك. لا هم حنبين باليمن ولا هم مهتمين باليمن ولا فجعتهم الأزمة الإنسانية في اليمن هم يريدون النيل من اثنين الآن حاليا الموقف يريدون النيل من السعودية ويريدون النيل من ترامب وما و... نش منكر أنه في أسلحة في قعبتهم تعتبر مثالية أو جيدة بسبب سوء الأداء وسوء الممارسة على الأرض من جانبنا احنا الحل مش ان احنا نوقف معاهم ونطالب بكسر راس السهل. السعوديه او تحييدها او اخراجها من اليمن او او بمهاجمه الشرعيه والرئيس هادي وحكومة الشرعيه الحال ان نحن نوقف نكلم السعوديه يا سعوديه لازم نعيد تقييم الامر لازم يكون في انسجام اكثر ما بين السعوديه والامارات من جهه والشرعيه لازم يكون في وحده قياده لازم يكون في مساءله ومحاسبه اما <applause> نقول لهم انتم مجرمين وانتم اخرجوا ونوقف مع هذا اللي اللي بيهاجمهم في الغرب هذا اللي بيهاجمهم في الغرب هم اللي محتضنين كل الخطاب الحوثي اللي اللي نقراه كل يوم في الـ في نيويورك تايمز والواشنطن بوست وفي السي ان ان واللي نشوفه في الصور اللي هم بيحتضنوا فيه الناشطين الحوثيين اللي اروقه الغرب والمنصات الغربيه كلها مفتوحه له يعني هذا لكن الا يستدعي هذا الوقوف ايضا دكتور ما. عبد القادر بان ايضا هناك تقصير من قبل الناشطين اليمني الذي بالطرف الاخر من قبل الخارجيه والدبلوماسيه اليمنيه التي لم تستطع ان توصل صوتها بالشكل سؤال اللائق سؤال ممتاز طبعا هو لو هو هاجس يومي عندها ممكن انا انت عارفه حكايه الحصان والعربه هي مقلوبة مقلوبة أنا أقول أنه هذا مش مش نجاح للناشطين الحوثيين هذا العكس هذه ها ها المنصات هذه المنصات هي التي تدعوهم وهي التي تكذبهم وهي التي تحتضنهم وهي التي تفتح لهم السي ان ان والواشنطن بوست والنيويورك تايمز والتي يتصورون معهم ويفتحون لهم اروقه الكونغرس وكل شيء، هم الذين يدعوهم هم ضيوف عندهم لكن لو لو انت تريد الاجابه على هذا الشيء كان المفروض انه السعوديه والاماكن هذا اللي يغازلوا فوكس نيوز ويغازلوا قلاع اليمين الامريكي يمكن كانوا ينجحوا من هذه الجزئيه فمعك حق نعم لكن هذه هذه القنوات مش ممكن تفتح للشرعيه للشرعيه ولا للسعوديه منصات لها نعم يعني اين دور السفاره في امريكا دور الدكتور احمد بن مبارك الخارجيه بشكل عام يعني هناك هناك فعلا دور منقوص وغير يعني غير مسؤول امام ما يحدث لليمن في الخارج، ثم نعود لنغضب من هؤلاء او اولئك لما يقفون مع الحوثي رغم ان أداء أولئك مختلف تماما عن اداء نعم معك حق، سجلوا علينا نقاط يا اختي اسيا، سجلوا علينا نقاط طول الوقت. معك حق. نعم. معك حق، انا جلست سنه كامله بعد. انا لما رحت واشنطن ونيويورك هذول الناس اللي نتكلم عليهم شفتهم شفتهم وتكلمت انا معاهم تمام؟ و... وقلنا انه صح ان انتم معتمدين انه الاداره الامريكيه معاكم، وصح ان انتم معتمدين انه الناس كلهم ما يريدون ال... القوى الاقتصاديه للسعوديه ولا يمكن ان يفرطوا بها ولا يمكن، لكن هذه الاشياء مش الى الابد، لازم تفتحوا قنوات مع هؤلاء الناس. انا لا. انا بصراحه قلت ما لا يزعلوش مني انا ما قلت شفتها ومش كذا بس انا كتبت الكلام ذا كله انا كتبته نعم ربما تحدثنا نحن ايضا عنها اكثر من مره اعود اليك دكتور ولكن دكتور عادل تعليقك على هذه النقطه يعني نحن دائما ما يعني نشكي بان الناشطين الحوثيين يصلون الى المنصات العالميه ان العالم يتعاطف مع الحوثيين ان هناك راي مختلف يعني يصل الى العالم عن ماهيه الحرب في اليمن او ما هو الوضع في اليمن ربما اغلب من يسألهم يقول لك السعودية تضرب اليمن يعني يتحدث عن النتيجة دون أن يتحدث عن الأسباب وعادة وربما تحدثنا أكثر مرة عن دور الخارجية دور الحكومة دور الناشطين أيضا الذين يؤمنون بالشرعية بغض النظر عن الأشخاص يعني ألا يفترض أن يكون مختلف أيضا هو بلا شك لكن اتحمل المسؤوليه هي دول التحالف في الحقيقه الجو العام في اليمن لا يخدم ايضا اجندات الشرعيه من خلال ايضا الاحباط الكبير من خلال التغييب الكامل لدور الشرعيه والانقلاب عليها وانشاء تشكيلات هدفها في الاساس تغييب دور الشرعيه تعرضت لضربات عسكريه وسياسيه واسعه خلال أربع سنوات وحوصر دورها السياسي والعسكري والامن داخل المناطق المحرره بشكل كبير لصالح اجندات تدعمها بشكل مفتوح دول التحالف، هذا جانب الجانب الاخر ايضا دول التحالف لا تسمح ايضا بهامش يعني عمل الشرعية يسير يعني عكس توجهاتها في الداخل ال 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 اليمني، ايضا دول التحالف مهيمنه على الوضع في الداخل وعلى علاقتها ايضا في المجتمع الدولي، ف يعني اطاحت تماما بدور الشرعيه وظهرها بهذا الشكل الهش والضعيف وال والهزيل، الان مثلا دول التحالف تتهم الشؤون الانسانيه انه يقيم في صنعاء وانه يتلقى تقارير غير يعني حياديه من قبل الحوثيين السؤال لماذا لا توفر ويطرحون لماذا لا يذهب الى عدن لماذا لا توفر مكان امن له في عدن فقط يلقون جزافا في التهم الرئيس عبد الرب منصور هذه من ضمن المسوغات التي يعني يطرحها التحالف انه عدن غير امن الرئيس بذاته غير امن يعني في العوده الى عدن ولا الحكومه وغير ذلك يعني لم خلال اربع سنة لم يوفروا ملاذا امن للرئيس نفسه فكيف بمسؤوليه الامم المتحده بينما الحوثي نجح في هذا الاطار يعني بمعنى انه الفشل يعود الى يعني يعني خطط تعود الى خطط ينفذها تنفذها دول التحالف واظهار الشرعيه بهذا الشكل الهزيل الضعيف الغير قادر ايضا على استيعاب ادوات العمل في الداخل هذا جانب مهم يجب ان لا يغفل عنه التحالف الان تنبه يعني قلنا بعد هذه الضغوط الكبيرة بعد هذا التحول في المواقف الدولية بعد أيضا يعني الضغوط الانتقال الأزمة اليمنية إلى قلب الإدارة الأمريكية وبدأت أيضا تضع عراقيل حقيقية أمام إخراج التحالف أو إيقاف عملية العسكرية في اليمن الآن بعد بدأ يشعر بحرك كبير وبدأ يشعر أنه خسر كل استثماراته السابقة وأيضا على خلفية قلنا خاشفكي فبدأ يلعب يعني بمسائل يغير يعني نوع من العلاقة مع يعني يعني علاقتهم مع الشرعيه وظهر هذا ايضا من خلال العمله يعني في خلال يوم ال ال يعني هبطت بشكل كبير يعني ارتفعت بشكل كبير وهذا يعني يؤكد بانها كانت قرار سياسي وراء ليست ازمه اقتصاديه في الحقيقه فماذا لو رفع الحصار كيف سيكون يعني شكل العمله في اليمن اعتقد انه ال فماذا لو عادت الحكومه الى الميدان بمعنى انه ال ال الازمه الاقتصاديه تحتاج لقرار سياسي كما ايضا ال الازمه العسكريه في اليمن تحويد كل هذه الميليشيات الموجوده في صلب ال الجيش الوطني يمكنها ان تحقق يعني فائض قوه كبيرة التحالف فرط بالاهميه الاستراتيجيه والامنيه لليمن وعبث فيها وكان من المفترض ان تشكل قيمه اضافيه للدول التحالف تعزز ايضا من اوراقه في الداخل اليمني وعلى المستوى الاقليمي والدولي، لكنه فرط بها لصالح ايضا اجندات سخيفه ومراهقه سياسيه دفعت ثمنها اليمنيون وهو يدفع الان ثمنها من خلال هذه الاجنده واستفاد منها استفادت منها ايران والحركه الحوثيه، هذا الغباء هو الذي دمر تماما الشرعيه وحاضنتها الواسعه وايضا اجنده التحالف في اليمن نعم اذا لو سالتك دكتور عبد القادر حول مشروع القرار البريطاني الذي تم تاجيله قبل ايام هناك انباء ان الامارات والسعوديه كانت وراء تعطيل هذا المشروع ما رايك؟ الامريكان كمان الامريكان ما ما مش عايزين القرار هذا لانه بيحد من دور السعوديه وهم في رايهم انه الحد من دور السعوديه يعني الرفع من دور ايران. يعني لازم ندرك انه مهاجمه مهاجمتنا للسعوديه هذه ما تخارجش ابدا لانه لو ها لو انتهت السعوديه في اليمن يعني استلم الحوثي وحزب الله وايران اليمن. هذه لازم النقطه دي لازم تكون واضحه واضحه للغايه. بالنسبه لبريطانيا بريطانيا هم مدوخه في معاهم حاجه اسمها البريكزيت البريكزيت هذا اللي هو هل يجلسوا في الاتحاد الاوروبي او ما يجلسوش والشروط المجحفه اللي فرضها عليهم الاتحاد الاوروبي علشان اذا لازم يدفعوا حاجه زي 60 مليار دولار غرامه وعادل ودايخين ويمكن تريزا ما, ما يمكن تستقيل يمكن مهدده حتى بانها تقال يعني هم اليمن هذه ولا هي موجوده بحسابهم خالص يعني. هذه الخلفيه لازم نعرفها ما ما هيش في حسابهم خالص كل الحكايه ان هم في حاجه اسمها البين رايتر بين رايتر يعني منو اللي يكتب القرارات الخاصه باليمن في مجلس الامن مثلا لبنان من نصيب فرنسا هي اللي تكتب اي قرار لها اليمن من نصيب بريطانيا فقامت تحشفرت وتقنفزت لانها الكاتبه الكاتبه حق اي مشروع قرار أو مسودة قرار يتقدم لها. السؤال دكتور يعني رح الغريب رح دكتور, رح رح دكتور يعني لما لما تسعى بريطانيا وغيرها من كبريات الدول لسن قرارات جديدة؟ لما لا تسعى جميعها بالضغط ولا نحو قرار 22 16 يعني قرار موجود ومنصف للجميع ويعطي المذنب يعني عقابه ويوقف الحرب بشكل أو بآخر يعني لما تسعى وراء قرارات جديدة؟ هل اليمن بحاجة إلى قرارات؟ الإجابة بسيطة الحوثيين في حاجة اسمها الاسيمتريكال وور الحرب غير التقليدية الحرب غير التقليدية الآن تعتبر إيران من أعظم الدول في العالم فيما يسمى في الحرب غير التقليدية هي عاملة سيناريو أنها ممكن تواجه الأساطيل الأمريكية في الخليج العربي او الخليج الفارسي او في المحيط الهندي. ما معهاش بارقات ولا فرطاقات ولا طيارات فمجهزه لهم عشرات الالوف من الصواريخ وعشرات الالوف من القوارب وعشرات الالوف من الالغام وعشرات الالوف من الطيارات المسيره. سلمت الحوثيين زبده خبرتها في هذه الاسيميتريكال وور او الحرب غير الموازيه وهي نفسها الخبره اللي موجوده مع حزب الله. ومع الحش من الحشد الشعبي ومع القوات اللي بتحارب الشيعيه في سوريا. الحوثيين برعوا فيها زائد الناحيه القبليه والناحيه السلاليه الخاصه بهم. الخلطه هذه جعلت منهم قوه عرزه شويه في اليمن. يعني لا تعكس حجمهم ولا قوتهم ولا ثروتهم، خبرات وتكتيكات وادوات الالغام العبوات الناسفه الدرونز الصواريخ البالستيه خلتهم عامل قوي في اليمن طبعا في مواجهه تعثر الشرعيه اللي هذا كل شيء نقول الشرعيه الشرعيه والتحالف خلاص قد افتهم لنا انها سيئه الاداء الان سؤال سوء الاداء هذا جنب جنب الحنكه الايرانيه هذه جعلتهم يظهروا بهالة معينة عند عند الغربيين إن هؤلاء غير قابلين للهزيمة لا أحد يستطيع أن يهزمها لا. طبعا هم ما فيش حاجة اسمها حد غير قابل للهزيمة في فكر عسكري في فكر عسكري في معه حرب غير تقليدية أو asymmetrical war إذا أكيد في طريقة لمواجهة asymmetrical war هم معهم قبائل إحنا معنا قبائل هم معهم شباب إحنا معنا شباب هم معهم ناس مصممين اللي هم يسيطروا علينا وإحنا معنا ناس مصممين إنهم لا يمكن أبدا يسيطروا علينا نعم. إحنا بنقيد القوة حقنا وهم قوتهم منطلقة ففي الميزان في الغربي أو البريطاني أو الليبرالي أو كل هذا الرأي العام اللي حضرتك سألتينا ليش ما بي ما بي ما بي ما يجروش بعد القرار 2 -2 -1 -6 ويريدون أن ينقذون الحوثي هم يقولون أن هذا الأمر الواقع ونحن سنجسد الأمر الواقع ونجعله مثبتا في مفاوضات سلام وفي اتفاقية سلام أنا لو سبقك قبل أن تسأليني هذا لا يمكن أن يتم ولا يمكن ان ترضاه اليمن، واذا تم تحت اي ظرف فما هو الا لغم سينفجر في اي لحظه خلال شهور او سنين وتستمر اليمن بالقلاقل. اليمنيون لا يمكن ابدا ان يقبلوا بان يسيطر عليهم الحوثي وحزب الله وايران، ونحن ابدا ابدا لا يجب ان نقع بالفخ بان نعادي السعوديه والامارات. والسعوديه والامارات يجب ان تحسن ادائهما ادائهما وتعمل نوع من وحده القياده والمساءله والمحاسبه مع الشرعيه بدون هذا نعم. سنستمر في الكارثة نعم إذا دكتور عادل لو تحدثنا عن ميناء الحديدة يعني الحكومة أعلنت أنها ترفض تسليم إدارة الميناء لغير الحكومة رغم أن قبل فترة كان هناك اتفاق وافقت على الحكومة ورفض الحوثي بأن يتم يعني تسليم الحديدة لإدارة خارجية يعني الآن يحدث العكس الحوثيين يوافقون والحكومة لا توافق ما هي هي ملابسات هذا الان المعركه الساخنه هي الحديده هناك تحشيد كبير دفعت دول التحالف بجميعها الى وتعزيزات عسكريه كبيره على تخوم الحديده واستطاعت ايضا ان تنفذ الى يعني قلب الحديده وهذا حقق يعني انتصار كبير واثر ايضا على معنويات الحوثيين بما دفعهم ايضا الى تقديم التنازلات هذا واضح في المقابل ايضا المجتمع الدولي يصعد ايضا في مقابل هذا التصعيد العسكري فيطرح مشروع القرار الان يعني هناك توازن الان اذا مضيتم في عمليه العمليات العسكريه فان المجتمع الدولي سيضغط ايضا باتجاه ايضا يعني طرح قرار من قبيل اتخاذ مثلا قرار اممي يجعل الحرب في اليمن غير مشروعة ويلغي ايضا القرار 2216 بمعنى انه التحالف يعني تدخله في اليمن غير مشروع وبالتالي هذا المقلق للمملكه العربيه السعوديه والامارات ولهذا اعترضت مارست ضغوط على ايقاف هذا المشروع التوازنات يعني المواقف هنا الشرعيه والدول تحالف تدفع باتجاه ايضا يعني تحرير الحديده والدول التحالف والمجتمع الدولي يرفض هذا المسعى ويدفع ايضا باتجاه عمليه سياسيه بمعنى انه الجميع يراهن ايضا على العمليه السياسيه من هذا القبيل التحالف يعني يطرح الان والشرعيه اذا لم يدعن الحوثي او يقدم تنازلات جديه في العمليه السياسيه فان الخطوه التاليه هي تحرير الحديده والمجتمع الدولي ايضا يضغط في اتجاه ايضا دفع الجميع نحو العمليه السياسيه وايقاف اي حلول عسكريه في هذا الاتجاه النقطه وصلت الى هذه المرحله ولهذا الجميع الآن يدفع باتجاه هذه العملية السياسية من خلال أيضاً هذه الضغوط، بمعنى هذا الجديد في التسوية الجديدة الحاصلة، هناك ضغوط على الأرض عسكرية وهناك ضغوط أيضاً دولية وهناك مشروع قرار يطرح. وبالتالي اعتقد انه ستكون هناك يعني بارقه امل في يعني تسويه قادمه لكن اعتقد انه هذه التسويه تتمحور في نهايه في محصلتها النهائيه في بناء الثقه بمعنى اطلاق السراح المعتقلين وايضا فتح الممرات المائيه فقصدي المطارات وامام والتخفيف من الازمه الانسانيه ستتمحور في هذه كما قال ايضا الرئيس وزير الخارجيه لن لن تكون هناك يعني بنود جديده غير هذه القضايا التي طرحت اصلا في جنيف وتم تعطيلها، الان الـ 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 يعني المواقف الدوليه والداخليه يعني توشي بان هناك امل في طريق حلحله هذه المساله وهي بناء الثقه، وهناك الاطراف سواء الشرعيه او الحركه الحوثيه الانقلاب الميليشيا الحوثيه يعني عندهم استعداد كبير للتنازل حول هذه القضايا وهذا نعم. ايضا أيضًا ما يعني يجعل أيضًا المسؤول الأممي يتحرك بثقة كبيرة بأنه قادر على إنجاز هذه الجولة من المفاوضات التي تتمحور أساسًا حول هذه الإشكالية. لكن إذا لم تسر طبعًا الأمور في هذا الاتجاه فإن كل الأبواب مفتوحة سواءً العمل العسكري أو الضغوط الدولية. ف يعني الذي اعتقد انا انه الامور ستسير في اتجاه عمليه سياسيه والعمليه السياسيه ايضا ترتكز على هذه الضغوط وهذه التحولات الموجوده في الميدان وفي المجتمع الدولي واعتقد انها يعني تنجح في مساله بناء الثقه نعم إذا ما رأيك دكتور عادل بشأن رفض الحكومة تسليم إدارة الدكتور عبد القادر عفوا بشأن تسليم رفض الحكومة تسليم إدارة ميناء الحديدة ل يعني غير الحكومة هل ترى أن هناك أسباب منطقية لهذا الرفض؟ واحد الأمم المتحدة أعجز من أن تدير شارع مش الا ميناء الحديده ما هياش مؤهله هذا شغل دول وشغل اجهزه بيروقراطيه وشغل اجهزه معها تقاليد ومعها عراقه في اداره الموانئ وهي وهي لن تقدر على ذلك هل رفض اليمن بهذا الشان القوة يعني؟ القوى العسكريه الموجوده لن تستطيع لن تستطيع حتى لو تسلمته لن تستطيع ان تديره. اثنين القوى الموجوده على الارض ستتلاعب بموظفين الامم المتحده، هم مجرد موظفين ممكن اي واحد مسلح من هذه الجهه او هذه الجهه تتعبث فيه كما كما تريد. اذا يعني من خلال هذه النقطه دكتور, دكتور اسمح لي يعني هل يعني مسألة تلاعب من يمسك الارض بالموظفين الامميين هو من يتيح الرفض او القبول؟ يعني في السابق كان الحوثيين يوافقون يرفضون ان تتسلم الامم المتحده الاداره واليوم الحكومه هي من ترفض يعني رغم موافقتها في السابق ما الذي استجد؟ فهم سؤالك الحكومة في السابق كانت عارفة عجز الأمم المتحدة أنها لا تقدر أن تدير أي شيء متى قد أدارت الأمم المتحدة أي شيء متى كذا في أي مفاوضات أو أو دول تحت رعاية الأمم المتحدة لم لا ما فيش هذا مش موجود في سجلها ولا في قدراتها ولا في حيثيات أعمالها. نعم وفعلا الامم المتحده قالت انا لا استطيع ان ادير مطار صنعاء ولا استطيع ان ادير ميناء الحديده. اليوم اليوم كنوع من المسايره قالوا نعم سندير الميناء. لا. الان يعني التحالف يراها انها مجرد طريقه لانقاذ الحوثيين من الهجمه العسكريه وحصار الحديده وحصار الميناء. <applause> اذا لو تحدثنا عن المشاورات لا، لو، دكتور لو امكن نعم اذا امكن الانتقال هذه المشاورات نعم يعني مفترض ان تعقد في 4 ديسمبر <applause> هل تقرا لها النجاح؟ لا واحد لا. ممكن يحصل حاجات الحوثي يؤمن بحاجه اسمها التمكين. وان الله كل شويه بيرسل له حد ينفعه بحاجه. سيحاول ان ياخذ من مارتن جريفتس مطار صنعاء وسيغرق في المساعدات الامميه وحتى مساعدات من التحالف نفسه الذي يحاربه وبع... وهو واثق انهم سيتعبون كثير يعني عمل لهم حكايه الدروع البشريه والمدن التي تحت رحبتهم والتي ستتدمر والاهالي الذين سيقتلون. كبعبع بتخوف الناس كلهم انه يصيحوا لا وقفوا الحرب وقفوا الحرب هو واثق بقدراته باستعمال الدروع البشريه وان وانهم لن وواثق باساليب الحرب غير التقليديه التي تمكن من سيادتها بفعل ايران لا. فعارف ان العمليه العسكريه قدامها طويله خصوصا مع تشرذم الاداء للشرعيه والتحالف بعد أن يأخذ منهم ما يريد هو لن يوافق على أي شيء من الذي يجب أن يوافق عليه لن ينسحب من المدن لن يسلم سلاحه لن يتخلى عن سيطرته وإذا وافق على حل سلمي فسيوافق على أن يكون نسخة من نصر الله في في لبنان ان هو هو يتحكم في لبنان بالقرار السياسي والعسكري وكل شيء وهو يريد ان ان يكون نسخه يتحكم فيها باليمن بكل شيء واليمنيون نحن لا يمكن ان نقبل بهذا. فاذا فاشله من راسها الى اسفلها لا يوجد حل سياسي للقضيه اليمنيه ولا للازمه اليمنيه ابدا ابدا. وهؤلاء يعبثون المجتمع نعم. الدولي، الليبراليين، الديمقراطيين، بريطانيا، الاوروبيين. نعم اتضحت هم... الفكره دكتور. هاتيهم نتكلم نتناقش. نعم دعني فقط يعني اخذ راي الدكتور عادل في هذه نقش. النقطه. آه ايضا الدكتور يعني آه مساله رؤيتك الاستشرافيه لمشاورات 4 ديسمبر ان آه ثبت آه انعقادها في هذا التاريخ في الحقيقة أولا تعليقا على مسألة الحديدة، الحديدة في أمور تتعلق بالسيادة اليمنية، في أمور تتعلق أيضا بالنشوة التي يعني تستشعرها الشرعية من خلال الانتصارات الكبيرة والحشود الكبيرة على الحديدة وحصارها، أيضا الوضع الصعب التي تمر بها الحركة الحوثية فهم في خندقين داخل المدينة وهناك أزمة وضائق يعني نفسية كبيرة جدا نتيجة لهذا التراجع الكبير والتدافع من قبل الشرعية وقواتها وبالتالي الشرعية تريد أن تستثمر هذه اللحظه في ايضا يعني قلب الكثير ما من ما أما بالنسبة جدا. للمشاورات بالنسبة للمشاورات أنا أعتقد أنه هناك تغير كبير في المسار الدولي وأي مسار أي تسوية في الحقيقة في اليمن هو يتوقف على رغبة الدول الصاحب صاحبة النفوذ أولا في اليمن وعلى مدى يعني اقتناعها بأن بطيب ملف النزاع في اليمن والمضي أيضا في عملية سياسية وممارسة الضغوط على الأطراف المتنازعة في اليمن سواء التحالف أو الـ 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 الحركه الحوثيه اعتقد انه هذا هو يعني عنصر اساسي للعمليه السياسيه، لم تعد الازمه اليمنيه لا. مرتبطه بالتوافق الاطراف النزاع ال 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 اليمنيه اليمنيه بقدر ما هي مرتبطه بايضا الدول الكبرى وبالتالي الرهان على موقف جدي وعلى يعني الضغوط ممارسه ضغوط حقيقيه من دول التعليق في تخليص اليمنيين من هذه الازمه الانسانيه وهذه الحرب العبثيه التي اهلكت الحرث والناس في اليمن. نعم اذا شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث في العلاقه الدوليه كنت معنا هنا في المساء اليمني اشكرك ايضا دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي كنت معنا عبر سكايب من كندا كذلك ولكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لن التقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وعمل.